أولا مرحبا بكم في ندوة الوطن حول التوجهات السياحية في الفترة المقبلة أو بعد رفع القيود، وحابين طبعا إن هاي الندوة نشارك الجميع ونطلع يعني بشيء يهم الجميع سواء في على مستوى الأفراد أو مستوى الشركات. فحابين نعرف توجهات السياحة خلال الفترة المقبلة فيما بعد كورونا وبعد رفع القيود الحالية، سواء بالنسبة للشركات أو للأفراد. فحابين يعني نبدأ مين يفتتح الموضوع؟ إن شاء الله نبدأ موضوع الأستاذ شيق علي أو الأستاذ أكرم. والله يا أستاذ أكرم، يعني لا يفتهم مالكم في المدينة، فأستاذ أكرم تفضل. الله يسلمك حبيبي نحن نتعلم منك يا حبيبي، يعني لا والله بالعكس بالعكس باي ذا واي العلم هو عبارة عن حلقة تاخذ وبتعطي، ما في شيء باسمه انا بعلمك وانت بتعلمني، في شيء انا بعطيك وباخذ منك بتعطي بعطيك بتعطيني، حتى الطفل نتعلم منه. بس تفضل حبيبي، تفضل حياك، باشر اخ علي وانا بكمل معك بعدين. والله يعني في البداية لازم نعرف تأثير هذه الجائحة على صناعة السياحة. طبعا بين أن من متى بدأت الجائحة، جائحة كوفيد 19، أكثر الصناعة التي تضررت هي صناعة السفر والسياحة. صحيح. إذا تسمحون لي عندي بس مجموعة يعني إحصائيات، إذا ناخذها على يعني بشكل سريع. طبعا إذا ناخذها على الصعيد العالمي، أن في 2000 ل 2019 شكلت السياحة 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي بحوالي 9 تريليون دولار. قطاع السياحة وصناعة السياحة أكبر 3 مرات، 3 times، من قطاع الزراعة بشكل عالمي. ولكن لما أتت الجائحة نشوف أن في 2020، واللي هي تعتبر من أكبر أزمات اللي مرت بها صناعة السياحة، عدد السياح الدوليين بشكل عالمي حوالي انخفض بنسبة 73%. وهذا الانخفاض يعتبر أكبر انخفاض من 30 عام. الخسارة 1.3 تريليون دولار، اللي هي عائدة الصادرات من السياحة الدولية، أي 11% ضعف الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم في 2009. حوالي 100 إلى 120 مليون وظيفة سياحية مباشرة متعرضة للخطر. وعندنا حوالي يعني المجمل الخسائر حوالي 2% من الناتج المحلي اللي هو الناتج العالمي. هذه على مستوى العالم. خلينا نشوف على مستوى الشرق الأوسط. مستوى الشرق الأوسط حوالي شهد الميدل إيست هبوط بنسبة 74% في عدد السياح الدوليين الوافدين للمنطقة، أي بما يعني كان يعني كان من 65 مليون سائح لمنطقة الشرق الأوسط انخفض إلى 18 مليون. عندنا الرحلات الجوية الدولية للشرق الأوسط انخفضت بنسبة 73%. عندنا الله يسلمكم بالنسبة حق النقل الجوي، انخفاض في الطلب أنه وصل إلى 88% في ما يعني في 2020. عدد الغرف طبعا انخفاض كبير والى اخره. نيود على مستوى البحرين في 2019 كان حوالي يعني في 2018 حوالي وي هاد 12 مليون
يعني زائر وافد لأغراض سياحية في البحرين. في 2019 11 مليون 11.1، في 2020 انخفض إلى 1.9، يعني حوالي انخفاض ب 83% يعني بالسالب. الانباوند اللي هو الإجمالي إيرادات السياحة الوافدة كان في 2019 1.5 بليون دينار بحريني، في 2020 only 0.3، يعني بس 300 مليون دينار بحريني، يعني انخفاض شديد بحوالي بالسالب 81%. الربع الأول من هذا العام كذلك كان انخفاض سيء، في الربع الثاني خلينا نقول ان الوضع كان شوي افضل. فهذه مقدمة حبيت اطرحها نرويك تأثير هذه الجائحة على يعني كل القطاعات بشكل عالمي، ولكن اللي تضرر بأكثر شيء اللي هو travel and tourism. احنا على الصعيد البحرين tourism and exhibition authority يعني عارفين ان الوضع هذا السنه والسنه القادمه هذه لن يرجع as a 2019، وبالتالي كثير من الامور عطتنا يعني هذا الوضع يعني خلينا نقول عسى ان تكرهوا شيئا وخيرا لكم، ان عطانا المجال لنعيد حساباتنا، لنعيد تفكيرنا، to be more focused على كثير من الأمور. ما بسترسل أكثر لأن بعطي مجال الآخرين، ولكن later on أو يعني أحاول أن أركز على وين ما نسمع أستاذ ولا أستاذ علي. ولن أتكلم السياحة الداخلية وإلى آخره. نعم. نترك المجال البقية أستاذ أكرم اللي عنده تعليق. أولا حقيقة أخ علي شفى ووفى، حقيقة الشرح كان جيد، كان مناسب، كان واقعي، والأرقام اللي جابها سبوت اون، يعني هاي الأرقام الحقيقية مضبوطة. بدون شك القطاع السياحي هو القطاع الذي ضرب أكثر شيء، لأنه القطاع السياحي هو القطاع الاجتماعي. الإنسان بيسافر ليشوف الناس، بيجتمع بالناس بنفس الكمية اللي بيسافر ليشوف مناظر ويشوف أماكن ويشوف متاحف ويشوف ما إلى هنا مسارح وإلى ما هنالك. إنما التواصل هو الأساس، يعني في امور ثانيه تعوضت بالشوب اونلاين شوبينج مثلا، بالتسوق الالكتروني، انما السياحه والاكل لن يعوض، لانه لا فيك تاكل الكترونيا ولا فيك تتواصل مع الاخر تواصل جيد ومناسب ومريح وفي سعاده، الا اذا يكون في تواصل مباشر، حتى اتصال جسدي، سلم عليه، سلم عليك، تحضنه يحضنك، يعني هالأمور هذه. نحن خصوصا العرب بنحب نحضن بعض وبنحب نقبل بعض وبنحب يعني بطبيعتنا دافئين، مش مثل باقي الأجناس. هذا الوضع اللي احنا فيه. وثم والأهم من ذلك بالنسبة للعالم كله سوا، انه الجائحة هذه ما كان حد متوقعها ولا كان حدا منظرها، وفي الواقع اجت مفاجأة مخيفة على الكل. وفي قطاعات أنا بقول لك إياها حتختفي، مثلاً المسارح في بريطانيا حتختفي، ما حتشوفها بقى يمكن، أو حتشوفها بمنظر جديد أو بطريقة جديدة. إنما كما كانت وكما عهدناها من عراقة ومن إساترة، كان في مسرحية تقعد 50 سنة 60 سنة، هذا ما بفتكر حنشوفه قريباً. فهذا الوضع هنا فيه، كيف نتدارك الأمور هذه؟ أولاً كيف نتعلم المستقبل، وثانياً
كيف فينا كقطاع خدماتي سياحي كيف فينا نتأقلم؟ في بلدان مثل السعودية مثلا أو حتى مثل الإمارات قدرت أن تعمل نوع من التكيف مع الوضع وعملت سياحة داخلية، وهذه السياحة الداخلية بدون شك أنها فادت البلد. حتى السعودية فتحت مجالات أوسع بكثير ما كانت تفتحها لو كانت البلدان المجاورة بعد مفتوحة، أو البلدان المقصد السياحي كانت بعد مفتوحة. شكرا أستاذ أكرم، نترك المجال للأستاذ خالد الدوسري ومن ثم أستاذ جهاد أمين للتعليق. السلام عليكم. طبعا يعني اللي صار مثل ما تفضل الأستاذ أكرم شيء ما كان عارف الحسبان، ويمكن احنا في قطاع السفر والسياحة وبالذات مكاتب السفر يعني مثل ما أخ جهاد أكيد بأكد لكم مرينا بفترة طويلة حسنا فيها انكماش في دورنا في السوق، يمكن بسبب النشاط الأونلاين، والناس صاروا كلهم يقولون احنا هذه ما احتاج بيوت الخبرة عشان نحجز والله نسافر ولا نروح. اليوم اللي حاصل من شح كبير في المعلومات الواقعية والحقيقية عن جهات السفر، عن الدول، عن وين تقدر تروح وما تقدر تروح، واللي تغير كل يوم، صاروا يرجعون لنا الزبائن القديم يسألون وين نقدر نروح اليوم بكرة، وين نقدر نروح. وبالذات السوشيال ميديا أدى لمشكلة كبيرة في معلومات مغلوطة وغير صحيحة في كل مكان، خاصة متعلق بالسفر هي أولاً. ثانياً الدول حسب وضعها وحسب مصلحتها تغير الشروط كل يوم للسفر، ففي نقص كبير في المعلومات نحن نواجهه دائماً في توجيه المسافرين للسفر الخارج والسياحة الخارجية. ونفس الوقت المسافرين جايين البحرين، الحمد لله البحرين يعني بقيادة الفريق الوطني بقيادة سمو الأمير سلمان بن حمد يعني شفافية رائعة لا توصف، الكل عارف وضعنا واضح ولا ما في لبس. لكن لما أنت بتروح بريطانيا ما تعرف وضعك، بتروح فرنسا ما تعرف وضعك، بتروح أي بلد. فحبذا لو في طريقة يعني الأستاذ علي أن يكون في طريقة أن احنا نصير بيت يعني بيت معلومات ووفر هالمعلومات بشكل منسق للبحريني إذا يبي يسافر. لأن اليوم الكل يسألنا أستاذ جهاد كم واحد يسألك في اليوم؟ أكيد 1000 واحد. أنا كل يوم مسجات، طيب وين نروح؟ إحنا ما نعرف بعد مشكلة. فنريد يمكن نكون نوع من فريق العمل يساعد في هالشيء، إنه يكون في بيت معلومات يفيد. يعني مثل ما تعرف مثلا وزارة الخارجية عندها من زمان برنامج وجهتي، أي واحد تحتاج تعرف الفيزا بكل سهولة تعرف مطالب الفيزا. بس إذا في شيء مثلا موسع يسهل علينا، ولا نعتمد على مصادر خارجية، لأن اليوم قالوا اليونان افتحت الكل ركض بروح اليونان، كم اليونان صار ما في مواعيد حق الفيز فردوا حين يدوروا مكاثر، قالوا سويسرا افتحت الكل بيروح سويسرا، اليوم حين اليوم ألمانيا افتحت، فيعني وكل واحد يتصرف بدون يعني معلومات صحيحة واعتماد أساسا على معلومات يستقيها هو من نفس الانترنت أو من السوشيال ميديا أو واتسابات. فهاي النقطة بالنسبة لنا مهمة اليوم، وفي نفس الوقت يتقوي دورنا كمكاتب سفر وسياحة ان احنا بيوت خبرة، احنا على الاقل نقدر نعطي معلومات اقوى لان عندنا مصادر في الجهة الثانية تيسر لنا الامور ان نقدم خدمة يعني مميزة على الاقل ومفيدة للمسافر اليوم، لان هي اكبر مجرد ان باخذ تذكرة وبسافر اليوم يعرف يحاتي وين بيقعد، يحاتي اذا في حجر ما في حجر اذي، فإتس أول يعني يبي له وقت يعني أن يصير شفافية في المعلومات. فهذه يمكن أكبر مشكلة اليوم تواجه المسافر، أنه ما يعرف وين يروح وكله بالحظ، وراح يروحون دول بعد يومين هالدولة تسكر، فيعني هذه مشكلة كبيرة. ونفس الوقت إحنا كمكاتب السفر والسياحة اليوم لنا دور مهم جدا أن نكون إحنا نطلع في الوجه وننصح الناس ونتكلم، ما نصير بس مجرد أن إحنا والله تبسافر هاي تذكرة، معناته قبلنا الوضع السائد أن إحنا ما لنا دور في عملية السياحة. شكرا أستاذ خالد، نترك المجال للأستاذ بهاد أمين التعليق. شكرا لكم، شكرا للإخوان. طبعا أنا أحب أبدأ الكلام بال on the bright side. خليني أعطيك أستاذ أنس عينة من الأرقام الإيجابية اللي جالسة
نعيشها اليوم في البحرين. شهر يونيو الفائت جون كان في طبعا هو كان ترند من بداية السنة، ولكن شهر جون بشكل خاص كان في ارتفاع يعني قياسي الفترة الأخيرة خلينا نقول لحركة السفر عبر مطار البحرين. نسبة عدد المسافرين اللي مروا في مطار البحرين سواء ذهابا أو إيابا تجاوزت 156 إلى 157 ألف مسافر، وهذه نسبة ارتفاع عن السنة اللي فاتت طبعا 2020 سنة البانديميك بمعدل 1500%. عدد حركة العبور خلال مطار البحرين أيضا زادت في يونيو الفائت بنسبة 3000%. عدد المسافرين اللي مروا مرور في البحرين الترانزيت قرابة 55 ألف مسافر في شهر جون الماضي فقط. عدد الرحلات اللي سجلت هبوطا وإقلاع تقريبا 3900 رحلة، فهذه بمعدل 126% عن السنة اللي فاتت. يعني المستقبل إن شاء الله is bright. We are on the upwards movement وقاعدين حركة السفر قاعدة تزيد. أرجع لكلام الأستاذ أكرم أستاذنا الكبير، حركة السفر ما راح تنتهي. حركة السفر مهما عوضت عن العديد من الخدمات أونلاين وغيرها، حركة السفر راح تبقى يعني مطلوبة. الآن كيف يتكيف وما هي الدروس اللي يأخذها وكيل مكاتب السفر والسياحة والفنادق والعديد من القطاعات الأخرى اللي لها علاقة بالسياحة هو المهم. عملية التحول الرقمي إذا كان في مجال للتحول الرقمي، ولكن المسافرين راح يواصلون الحركة مستمرة سواء هي كانت حركة عمالة أو بزنس ترافل أو سواء كانت ليجر ترافل راح تستمر. ومثل ما لاحظنا في الفترة الأخيرة في الشهرين الماضيين صار طلب كبير للليجر للسياحة يعني المسافرين السياحيين، وهي ما زالت بازدياد. الآن تطرق الأخ خالد إلى التشالنجز اللي قاعدة أو التحديات اللي قاعدة تواجه عملية العودة إلى طبيعة السفر، ومنها محدودية الوجهات. يعني اليوم في وجهات كثيرة ما زالت مغلقة أمام المسافر بالذات البحرين. طبعا هي بشكل عام، ولكن احنا نتحدث عن المسافر البحريني. العديد من الوجهات بدأت تفتح وبدأت تقبل المسافرين. وجهنا بمشكلة التأشيرات السياحية، يعني في العديد في كثير من المسافرين اللي حابين اليوم يتحركون، ولكن تواجههم مشكلة التأشيرة، وهذه قاعد يعيد يعني it's driving العملية بشكل كبير. يحب إنه يروح إلى أوروبا، في بعض الوجهات في أوروبا فتحت، ولكن عنده مشكلة التأشيرة والحصول على موعد للحصول على هذه التأشيرة، فيعيد حساباته ويبدأ بالنظر إلى وجهات أخرى لا تتطلب التأشيرة. فإذا يعني نرجع نقول إنه إحنا الجميل في الموضوع إن العملية جالسة تعود بشكل مستمر وبشكل متواصل، الأعداد في تصاعد، ولكن تبقى هذه التحديات البسيطة اللي ما زلنا نواجهها. لو تحدثنا عن قطاعات أخرى مثل قطاعات الفنادق، قطاعات الفنادق طبعا أيضا من الناس اللي تضررت بشكل كبير جدا، ومطلوب منها اليوم الإعداد للنيو نورمز. اليوم صار المسافر ينظر إلى العديد من الأمور اللي ما كنا في سابقا ننظر لها، من ناحية هايجين ومن ناحية استعداد لاستقبال المسافرين بشكل ملائم. هذه كلها صارت من الأشياء القوائم اللي أضيفت إلى مسؤوليات أصحاب الفنادق الإعداد لها، وفي نفس الوقت يعني العمل بشكل ديناميكي للمحافظة على الموظفين اللي عندهم بشكل
مناسب اللي يسمح لهم بالحفاظ على القوى العاملة. لأن طبعاً أنت لا تنسى أن أي مجال عمل يكون فيه استثمار كبير في العنصر البشري من تدريب ومن تأهيل ومن إيواء وغيره، فليس بالسهولة أن تستغني اليوم عن موظفين عندك، سواء كنت في الفندقة أو في مكاتب السفر والسياحة ذوي الخبرة أو المطاعم أو ما شابه. ليس بالسهل أنك تستغني عن قوى العاملة عندك وترجع بعدين تعوضهم في المستقبل. أنت تعبت عليه ويعني بذلت الكثير من الجهد في إعداده ليكون هو الموظف الأنسب لخدمة الزبائن. هني في هذه أيضا التحدي، واللي إحنا دائما يعني نحاول أن نعمل مع الأطراف المختلفة يعني لتقليل الخسائر في هذا المجال. شكرا أستاذ جهاد، شكرا لكم دميان. الآن بالانتقال للتوجهات السياحية للفرد نفسه، هناك من يقترض النسبة العظمى يقترضون من أجل السفر والرفاهية، وهل من حلول جذرية لتوطين السياحة الداخلية بدلا من الاقتراض وصرفها في دولة أخرى؟ هل ليس من باب أولى صرفها داخليا لكي يتم إنعاش السياحة الداخلية وتحريك دورانها الاقتصادية؟ يعني إذا عندك الأستاذ علي إذا جمع السؤال نشوف تقريبا الأخوان البقية. أنا بحاول أجاوب على هذا السؤال، وحتى السؤال اللي هو يعني ما هو كيف تعزيز السياحة الداخلية وكيف تعزيز الدور الهيئة في تنشيط السياحة الداخلية. احنا يعني الهيئة السياحة، هيئة البحرين للسياحة والمعارض، دورها ان يعني الجلب اكثر يعني من ضمن الاهداف اللي هو زيادة عائد الناتج القومي أو الناتج المحلي، يعني زيادة دور أو ناتج أو زيادة عائد القطاع السياحة في الناتج القومي أو الناتج المحلي البحريني. هذه دورنا الرئيسي، وبالتالي خلق الوظائف وإلى آخره. فبالتالي إحنا نركز بشكل رئيسي على الانباوند توريزم، على السياحة القادمة للبحرين. وكذلك الجائحة خلتنا أن كذلك نعيد حساباتنا بالنسبة حق السياحة الداخلية. في واحد بيقول لك السياحة الداخلية، أنت عدد السكان كم في البحرين أساس أنه ممكن ننشط هذه؟ لكن بالعكس، السياحة الداخلية ممكن تلعب دور في تنشيط المرافق السياحية في البحرين. وبالتالي احنا ركزنا على، يعني قبل ما انتقل لهذه، يمكن الأخ جهاد طرح موضوع السفر وإلى آخره، ولكن في جانب جدا مهم الآن يواجه المسافر المحلي لكي يسافر، اللي هو الجانب النفسي. جانب النفسي ان انا لو سافرت وحصلت لي موافقة وحصلت لي فيزا في X country، شنو الـ possibility إن nothing gonna happen to me. أوكي، على الأقل أنا في البحرين بين هلي بين كذا ظروف البلد، والحمد لله مثل ما تفضل الأخ خالد وتحكي عن البحرين اللي امتازت به والبحرين اللي تمتاز به، هل بحصل هذه الإمكانيات في بلد آخر؟ هذا سؤال كبير. فكثير من الجانب، الكثير من العوائل تتحفظ في موضوع سفرها. أي نعم مكان قريب في الخليج، ولكن أبعد وأكثر في كثير. فبالتالي الجانب النفسي أو العامل النفسي يلعب دور. وبرجع على موضوع الدور الهيئة بالنسبة حق تعزيز السياحة الداخلية. إحنا الآن مثل ما قلت في هذه الجائحة خلتنا نعيد كثير من الأمور ونركز على ثلاث شغلات رئيسية، وحاول هذه الأمور الثلاث اللي بوضحها أن أجيبها لجانب السياحة الداخلية، يعني ما بشط إلى موضوع
معارض ومشاركات دولية وخارجية، لا، إن بحاول إن أربطها بالسؤال اللي تفضلت به. عندنا موضوع التسويق والترويج السياحي جدا مهم. عندنا مبادراتنا على الترويج، على عندنا توجهنا الاستراتيجي إلى الأسواق المستهدفة، ولكن في نقطة جدا مهمة اللي هو مشاركتنا مع القطاع الخاص لترويج السياحة الوافدة. إن شاء الله قريبا هيئة السياحة بتقدم برنامج متكامل لكل الوكالات السفر والسياحة الرئيسية وغير حتى هذه، إنه كيف إنه ممكن تلعب دور في جلب السياحة الوافدة إلى البحرين، وتكون في امتيازات وتكون في تسهيلات ويكون في إنسنتيف. فبالتالي إن شاء الله هيئة السياحة بتقدم هذا المشروع المتكامل هذه، وتكون هناك مبادرات ترويجية إلى آخره. جانب الثاني على صعيد التسويق الترويج الفعاليات، احنا عندنا الآن إن شاء الله لنهاية هذا العام، وإذا مشت الأمور بدل ما الكل يشد له، عندنا 13 فعالية كبيرة سواء الهيئة مشاركة فيه أو تدعو الهيئات الثانية في داخل البحرين بتكون عليه. هذه الفعاليات هي اللي بتنشط وتشجع السياحة الوافدة إلى البحرين. بجانب عندنا مين إيفنتس في داخل البحرين، بالون شو، نيوير إيفنتس، ميوز إلى آخره. فهذه الفعاليات كذلك يعني يالسين نعمل عليه، نجهز إن شاء الله لنهاية هذا العام. هذا فيما يخص بشكل سريع فيما يخص الترويج والتسويق السياحي. الترخيص والتنظيم هذا جانب ثاني نعتقد أنه جدا جدا مهم فيما يخص استحداث مناطق سياحية جديدة اللي هو الزونينج. الزونينج موضوع جدا مهم، نعتقد ان كفيل بدراسته، وان شاء الله بيكون الاعلان عنه. اجراءات الترخيص والتنظيم لتلائم معايير السوق بشكل افضل للترافل، مكاتب السفر والسياحه، هذه ياسين كذلك بالتعاون معهم ياسين نشتغل عليه، اللي we try to develop ان نرفع من مستويات المكاتب السفر والسياحه، ما تكون مكاتب بس ل issuing tickets والى اخره. احنا نحاول ان هذه المكاتب ان تلعب دور رئيسي في ترويج للبحرين للسياحه الوافده، and this is what we want. اوكي، لان ويا السياحه الوافده هي اللي بتلعب دور في تنشيط قطاع السياحة، في الوظائف في داخل البحرين، زيادة الناتج القابو إلى آخره. وعندنا طبعا كذلك الارتقاء بالبيئة التنظيمية السياحية سواء في الفنادق وإلى آخره. النقطة الثالثة وهي المهمة اللي هو تطوير واستحداث الانفستراكتشر في داخل البحرين، البنية التحتية اللي هي فعلا اللي تلعب دور رئيسي في جذب السياح يعني الاسواق الانباوند توريزم، وكذلك حتى ان تكون تفلفل احتياجات السائح او المواطن المحلي او اللي ساكن في البحرين. هذه اللي هو كيف التخطيط وتطوير الأماكن الرئيسية في البحرين، البحرية، الواجهات البحرية، التسلية، الترفيه إلى آخره في داخل البحرين. خلوني إخوان بس أطرح لكم بشكل سريع بما تقوم بهيئة البحرين للسياحة والمعارض. عندنا الله يسلمكم طبعا تدرون اللي هو المركز
بحرين انترناشونال اكزيبيشن اند كونفنشن سنتر ذا نيو. هو طبعا ان شاء الله كل التوجه انه يكون في نهاية الربع الثاني من العام القادم يكون جاهز، ليس بس إن من أكبر المرافق وإلى آخره وكذا، جاهز حتى حق التكنولوجيا الحديثة مثل ما تفضل أستاذ مكناس. إحنا ما يعني الآن لما تقول إن عندي أكبر قاعة في العالم وأكبر كذا وبعد الجائحة، هذا الكلام ما يشكل شيء. كيف أن أنت هذه القاعات الجديدة وهذه الأماكن أن تعطيها the latest equipment of technology أساس اللي موجود في ألاسكا يكون حاضر عندك، واللي صحيح. موجود في اليابان يكون موجود عندك وإلى آخره. فالهاي تكنولوجي هاي هذه هي الأماكن، زائد المكان اللي يعني يشيل من الأعراس إلى البراء إلى المؤتمرات وإلى آخره. فهذه طبعا هذه كان يعني كان حاجة مستمر، يعني حاجة ماسة احنا نحتاج لها، وان شاء الله بيكون متوافر عندنا. الله يسلم، عندنا الله يسلمكم جلالي بيتش اللي هو الواجهة لواجهة البحرية في جلالي، والووتر فرونت ان شاء الله بيكون مع الربع مع نهاية العام القادم جلالي بيتش بيكون جاهز. عندنا القوس ووتر فرونت اللي هو الواجهة البحرية للقوس اللي هو ما بين الجسر ملك الشيخ حمد وجسر الشيخ عيسى جهة محرق، ويكون إن شاء الله يكون جاهز مع نهاية عام 2024، أو يعني خلينا نقول في الربع الرابع من 24. وناهيكم عن البحرين بي اللي هو نتوقع إن شاء الله مع نهاية 2022 اللي هو هذه إن يكون في واجهات بحرية للعامة وللبرايفت سيكتر إن تستخدمه، إن يكون هذه طبعا إحنا يعني تدري أستاذ مكناس وأنتوا كلكم من فترة بعيدة يا أخي، أنتوا بحرين وآيلان ولا عندكم لا بيتشز ولا شيء، اللي عندهم بيتشز اللي هم الفنادق 1 2 3، ولكن الآن مع هذا التوجه بيكون هذه الواجهات البحرية موجودة للبرايفت سيكتر وللعامة. وطبعا في أمور ثانية، عندنا سوق المنامة، عندنا دايف بحرين، عندنا دك تورز اللي قمنا بالأخيرا اللي هو الجولات، وعندنا طبعا معهد فتل اللي هو تزويد الفنادق بالبحرينيين اللي هم كواليفاي إن يشتغلون في الهاتف. هذه الأمور الثلاث احنا مركزين عليها، التسويق والترويج، الليجيسليشن والأورجنايزنج الأور ستيك هولدرز، وبعدين بعدين الانفستراكتشر حق الآن اللي هي. فبالتالي إن شاء الله تكون جاهزة، تكون هذه كلها مع الفعاليات نتوجه بها للسياحة الداخلية أولاً قبل الوفود السياحية. فهذا هو توجهنا، ومثل ما خبرتكم أن هذا التوجه يتماشى مع التغيير الكبير اللي صار مع الجائحة. يعني الجائحة خلتنا في كثير أمور نركز عليها أن كل شيء مهم، بس شنو الأهم؟ you know؟ صح. فان شاء الله ما قصر ابو حسن. استاذ انس، انا حاب اني اسمع راي الاستاذ اكرم في موضوع السياحه الداخليه ومدى ملائمتها للتغيرات اللي في المنطقه والانفتاح اللي تشوفه من جيراننا، اكبر مصدر للسياح لنا المملكه العربيه السعوديه. اين نقف اليوم؟ And where should we go؟ وين المفروض ان نتوجه؟ يا ريت استاذ اكرم صراحة أولا بدي أتشكر الأخ علي لأنه عطى شرح وافي وشافي، وكان مهم لحتى كلنا نسمعه، لأنه بدنا نكون مجهزين وحاضرين للقادم. أنا اللي شايفه أنه الكل أدرك بأنه السياحة هي، حتى السعودية اللي هي أم البترول
وأما السياحة الدينية صارت تشعر بأن السياحة العالمية هي سياحة جدا 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 مهمة، وبلشت تبني شواطئ مخيفة ومنتجعات وأماكن ومرافق سياحية. طبعا السعودية عندها طاقات ما حدا عنده إياها، إنما أنا برأيي إنه نحن لازم مثل ما قال الأخ علي كمال الكولاز نفكر بالسياحة الداخلية قبل ما نفكر بأي شيء تاني. طبعا أنتم مكاتب السفر عندكم 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 واجب كبير إنكم حقيقة ترفعوا مستوى المعلوماتية اللي عندكم إياها، حتى اللي بيجيكم ما يكون بس مرجع عبارة عن يحجز إجازة أو يحجز مركب أو يحجز فندق، بس ياخذ منكم حياة يعني معلوماتية أكبر، وياخذ منكم معرفة أكثر للي عم يعملوا، ويكون في عنده نوع من عم ياخذ يعني عم ياخذ worth his money، ياخذ يعني مكان فلوسه. ف وصراحة بقول لك إياها إنه حتى الإمارات ما عم توقف، السعودية عملت مجهود كبير ومجهودها ما بلش، فالله يساعدنا من الجاي لقدام. فأنا برأيي إنه نحن بما أننا بلد صغير نعتبر نفسنا مكملين ولسنا منافسين، لأننا نستطيع أن ننافس لا هذا ولا هذا ولا مصر ولا أي بلد تاني، لأنه إنما نحن فينا نكمل بعضنا وفينا نعطي أشياء هم ما عندهم إياها، لا في السعودية ولا في الإمارات ولا في ساتر ساتر. والشيء الثاني بدي أقول لك يا، وأنا برجع أقول للأخ علي يركز على العنصر البشري البحريني، لأن العنصر البشري البحريني هو أهم عنصر نحن نملكه، يمكن هو أهم من النفط بالنسبة لنا، لأنه الإنسان نرجع نقول مرة ثانية التواصل هو الأساس السياحة، فلما يكون مرتاح بتواصله ومرتاح بالناس اللي عم يتعاملوا معه هذا موضوع جدا جدا مهم، وهذا يمكن اهم من الـ من الـ من الـ من الـ من الديستنيشن، هذا اهم من اي شيء ثاني، لانه انت بتجي لترتاح ما بتجي حتى حد يعطيك دروس في السياحه يعطيك، لا ما هذا السبب سياحتك. فشوف اخي انا برايي انه جايين على تحديات، ونحن ان شاء الله نكون قدها، ونحن جايين على تحديات كبيره تشالنجز مهمه جدا، انما الحياه هيك كل عمرها بتغير التحدي بيكبر التحدي ونحن نكبر معها ان شاء الله. تعقيب بس على الاستاذ علي قبل ما ننتقل للبقيه، ذكرت ان هناك من ضمن التركيز الهيئه ثلاث مشاريع رئيسيه، من ضمنها اللي هي منح امتيازات لمكاتب السفر والسياحه، ومشكورين على الجهود يعني اللي تبذلها الهيئه في سبيل تنشيط القطاع السياحي المحلي. بس حابة أعلق على النقطة، ما هي الامتيازات التي تقدم مكاتب السفر والسياحة؟ النقطة الثانية بخصوص المناطق السياحية أو تصنيف المناطق السياحية، هل بدأتم فيها فعليا أم أن هنا هذه دراسة وستظهر في الفترة المقبلة؟ أنا بحب أن أعلق بس نقطة صغيرة نبلش أخ علي، أنه صراحة هيئة السياحة بيكون بكل إخلاص عم تكون مرنة، عم تحاول تساعد بخلق مراكز جديدة، يعني عم يحاول يفسروا لك ويوضحوا لك ويمشوا معك بالطريق. إذا أنت في عندك مشروع سياحي، أنا ما شايف، أنا شايف وزارات تانية بتعرق اللي يمكن، أما السياحة بحد ذاتها عم تساعد بتنشيطك، بأنه بتحفيزك بإرشادك بإدراكك. أنا في عندي مشروع جديد راح معي المفتش وصار هو يهديني شو فيني أعمل زيادة حتى يكون المشروع تبعي أنجح ويكون خدماته أكثر. فأنا بدي حقيقة أنيهم لأنه ماشيين بالطريق الصحيح. نشكر هيئة السياحة وفعلا جهودها موفقة إن شاء الله. شكرا أستاذ أكرم. طبعا هذه توجيهات سعادة الوزير زايد بن راشد زياني وسعادة الأخ ناصر قائد الرئيس التنفيذي، هذا التوجه وهذه اجتماعاتنا الدورية، وندخل في كل صغيرة في عودة بالنسبة لهذه الأمور. الآن التركيز كبير على موضوع الستيك هولدرز اللي هو القطاع الخاص، اللي هم الجهات اللي تعمل معانا في وتنجح وتقف معانا على أساس أن أمام هذه نواجه هذه أمام التحديات. رداً إلى إجابة لسؤالك، أعتقد النقطة الأولية نضعها للأيام القادمة،
الهيئة السياحة إن شاء الله بتقدم شيء متكامل، وإن شاء الله بتكونون أنتم على دراية كاملة به. بالنسبة حق المناطق السياحية، لا المناطق السياحية معروفة يعني تدرسها، وكل منطقة كزونينج الآن مطروحة مثلا في مناطق معينة غير 338 وكذا، وذي من كل فترة ياس تقدمها وياس تشتغل عليها. فهذه كذلك إن شاء الله بتكون عن قريب الهيئة السياحة سوف يعني سوف توضح هذه الأمور حق الستيك هولدرز اللي هم الهيئة to come forward and invest ويستثمرون فيها. وأنا أثني على كلام أستاذ أكرم اللي هو human capital اللي هو رأس المال البشري. هو رأس المال البشري هو أولا وأخيرا واللي تمتاز به مملكة البحرين. نعم أن احنا صحيح أن احنا ما في فكرة أن احنا ننافس، احنا نكمل بعض، ولكن اللي تمتاز بمملكة البحرين من human capital، من الناس اللي تعمل، من الجو الجميل، من ما في داعي أن أشرح لكم ذي لأن أنتم من أهل البلد، هو اللي يميزنا عن كل الأماكن المحيطة بنا. شكرا أستاذ علي، وشكرا على جهودكم القيمة وتوضيح النقاط اللي كانت تقريبا غايبة عن معظم الحضور. ننتقل للأستاذة هدى، طبعا شرفتنا، متأخرة تقريبا عندها ظروف حاصلة، فننتقل للتعليق وننتقل للبقية إن شاء الله نشوف تعليقاتنا. طبعا فرصة جدا سعيدة بالنسبة لي أني أشارك في هذه الندوة مع الجماعة، الأسامي جدا معروفة في عالم السياحة، وبالنسبة لي في سفريات كونو في الوقت الحالي يعني تقريبا قضيت حوالي 13 سنة في القطاع السياحي من بداية تخرجي إلى الحين، ومن البداية أنا في كونو. طبعا الأسامي اللي أعرفها أكثر اسم ممكن يعني أعرفه في الجماعة المتواجدين أستاذ جهاد أمين، أسمع عنك كثير في من القطاع السياحي. والشغلة اللي حبيت أعلق عليها خصوصاً في الوقت الحالي والتحديات اللي نواجهها إحنا كقطاع سفر وسياحة، أشيد بالمجهود اللي تسويه هيئة السياحة في البحرين لإخراج السفريات من التحديات، والسبورت اللي قاعدة تقدمه على أساس إنه يعني نأمل إن الجو العام للسياحة يرجع إلينا بالشكل المتوقع ومثل ما إحنا متعودين. أنا أعرف إنه قبل كانت في جهود جدا كبيرة مبذولة، طبعا للأسف في الكورونا لما جت غيرت الكثير من المفاهيم، أضافت إلينا تشالنجز كثيرة إحنا ما كنا متوقعينها. بس طبعاً من الناحية الثانية غيرت الشركات، غيرت توجه الشركات ونظرة الشركات، خلتنا نلم بشكل كبير في السياحة، خلنا نقول تكنولوجيا السياحة، يمكن هذا احنا ما كنا نتوقعه أو ما كان في بالنا، ويمكن في شركات أساساً ما كانت دارستنا، فيعني صارت نظرتنا ثاقبة أكثر. ولكن المجهود اللي قاعدة تبذله هيئة السياحة لإخراج جميع القطاعات من الأزمة، والأخراج جميع القطاعات بالمجهود وبالسبورت والدعم اللي قاعدة تقدمه، مجهود جدا جدا جبار. شكرا أستاذ، إن شاء الله. تعليق الأستاذ خالد الدوسري، عن تعليق أخوي علي. طبعا إحنا معك قلبا وقالبا في السياحة الداخلية، هي أكبر أولوية لنا، ويمكن مثل ما تدري احنا اول ما ابتدينا من 30 سنة كنا ركزنا كثير على السياحة الداخلية، بس يمكن ذاك الوقت كان ما كانت الظروف مواتية، وبالعكس يعني البحرين فيها مزايا كبيرة وممكن تكون اكبر واكبر. يمكن اعطيكم مثال، احنا من شركتنا مشتغلين طبعا مع موقع كورة، عملنا موقع لتذاكر المباريات العالمية، وبدينا المشروع في سنة 2019 من 7 تيكتس، وشغلنا نرتب تذاكر في أكبر المباريات في أوروبا وفي أمريكا والجنوبية وفي العالم كله. وما شاء الله يعني كان يعني في أول 3 شهور كنا نبيع يعني بال 30-40 ألف تذكرة في الشهر يعني. طبعا لما جات الجائحة فوقف، حاليا احنا رجعنا من جديد بقوة. ففي مجال كبير للسياحة الرياضية انها تنبني كسياحة داخلية.
طبعا هذا يحتاج طبعا تنسيق مع يعني الشباب والرياضة، وتنسيق مع الاتحادات، تنسيق مع الهيئة العليا يعني الشباب والرياضة. بس في مجال كبير لاستضافة مباريات كبيرة، واحنا يعني طبعا ما تعرف موقع كوره.com اكبر موقع عربي عنده 30 مليون زائر تبعنا، فنقدر نرتب امكان احداث كبيره رياضيه نستضيفها في البحرين. احنا اعطيك مثال، احنا ننظم حدث سنوي في دبي اللي هو جوائز جلوب سوكر، نسويه كل سنه، تنقله 30 قناه عالميه لايف، ESPN، Eurosport، ABC، سكاي ايطاليا، فتعطي زخم كبير. وعندنا امكانيات كبيره ان نشتغل على السياحه الرياضيه بالذات، بس يحتاج لها تنسيق وترتيب كبير. احنا على تم استعداد، اذا انتم تشوفون هالشيء مناسب نقعد معكم ونتكلم في الموضوع. طبعا اللي تفضلت به يعني جانب جدا مهم. احنا يعني في على مستوى المانجمنت او خلينا نقول على مستوى الهيئه، سواء سعاده الرئيس والمجلس الاداره والهيئه المجلس الاداره الهيئه والى اخره، حاطين في بالنا مجموعه جهات، مجموعه areas نركز عليها بالنسبه حق الاهميه أو القطاعات اللي خلي خلص الأستاذ. لا بس أنا بدي عم تقلي سكرتيرت إنه موعدي. تفضل كمل. لا تفضل أستاذ، لأن هذه يعني مرة إذا هذه على الأقل الخاطر تكون عندك يعني. اسمحوا لي أغادركم بليز، بس للحقيقة موضوع شاق جدا، وما أثرتوا كلكم يا أخواني، وأنا بشكركم، وأنا سعيد أن أتعامل معكم وكون جزء منكم لحتى كلنا سوا نبني سياحة إن شاء الله تكون ما مثلها في العالم كله، في البحرين إن شاء الله. شكرا. تعلم منك أستاذ، تعلم منك أستاذ. خلينا إياكم كلكم. شكرا. شكرا أستاذ. أستاذ أكرم، وفرصة سعيدة يعني نلتقيها. اسمحوا لي إن شاء الله تحولي يا أستاذ، خصوصاً تطي وجه الوجه إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله شكراً. مع السلامة. لو ما قصرت شرفنا بحضورك. مع السلامة. شكراً حبيبي. شكراً. برجع حق الملاحظة اللي هذه أعتقد ملاحظة جداً قيمة وجيدة. أعتقد السياحة الرياضة سياحة جداً مهمة الأخ خالد، وشكراً على هذه. بالعكس بنتواصل وياك الله يسلمك، واحنا حاطينها في بالنا مثلها مثل اي الكلتشر الافراح والاعراس. الحمد لله يعني كانت فكره وانه نجحنا فيها في البحرين كهيئه يعني، وقدرنا نستقطب اكبر الفعاليات. وبعدين يعني ما تتصور ايش كثر الان عوائل من السعوديه من دول عديده يعني يتصلون فينا يبون اعراسهم في داخل البحرين، فما بالك بالهذه. فهذه احنا حاطينها من ضمن الامور اللي نركز عليها، اللي هي السياحه الرياضيه جدا جدا مهمه. حاضرين الله يسلمك، اي وقت تبون احنا موجودين. استاذ جهاد، اذا عندك تعليق على تقرير الاستاذ علي فولاذ، ومن بعد ننتقل للنقطه الثانيه على اساس نتابع الحديث. انا احب أقول لك شيء تعقيباً على كلام الإخوان أستاذ علي وأستاذ والجماعة. بالنسبة لتعاون هيئة السياحة والمعارض البحرينية مع يعني بصفتي رئيس لجمعية مكاتب السفر والسياحة، التعاون كان يعني غير مسبوق للأمانة. سعادة الوزير يعني سبورتيف، يقولون يعني داعم كبير لنا خلال الأزمة، كان يعني يستمع بصدر رحب وساعدنا في يعني في تكملة حلقة الوصل بين تمكين بين غرفة تجارب صناعة البحرين والهيئة للاستفادة من الدعم الحكومي اللي طبعا حصلت عليه مكاتب السفر والسياحة سابقاً، واللي اليوم
هناك ايضا برنامج اخر يعني مقصر سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بان امر ب يعني اعاده فتح باب التسجيل للدعم للاستمراريه الاعمال. ف من ضمن هذا التعاون كان هناك جلسه حوار عدها الحقيقه مجلس التنميه الاقتصاديه الاي دي بي حول الانظمه والقوانين المتعلقه بالسياحه، ودعيت اليها جمعيه مكاتب السفر السياحه البحرينيه، وكان كان برعايه سعاده وزير الصناعه والتجاره والسياحه سيد زايد بن راشد الزيان. وعندما استمع الى النقاط اللي تطرقنا لها خلال هذه يعني الطاوله المستديره من الثغرات الموجوده حاليا في قانون السياحه القديم واللي بحاجه الى تحديث، وباللوائح التنظيميه التي تنظم عمل مكاتب السفر والسياحه للارتقاء بالخدمات اللي تقدمها والمتطلبات، امر سعادته خلال الاجتماع بتشكيل لجنه حالا لإعادة النظر أو إعادة صياغة اللوائح التنظيمية، وربما النظر في إعادة صياغة القانون نفسه. وهذه اللجنة يعني حالياً في طور التشكيل، وهذه طبعاً يعني الواحد ما يقدر يطلب أكثر من هذا النوع من الدعم، عندما يعني عندما توكل لك عملية أنك تكتب أو تساهم في كتابة اللوائح التنظيمية الخاصة بالعمل اللي أنت الجمعية مختصة فيه، هذه أكبر دعم ممكن الجمعية يعني تحصل عليه. هناك أيضا أنا بصفتي عضو مجلس إدارة في هيئة السياحة والمعارض أؤكد لك أن مثل ما قال الأخ الأستاذ علي فولاد، هناك فريق عمل يعمل على وضع استراتيجية جديدة. طبعا احنا كلنا نعرف أن اليوم هيئة السياحة والمعارض تم مؤخرا إعادة هيكلتها، تقديم وجوه جديدة ودماء جديدة شاب فيها. هناك فريق عمل يعمل على تقديم استراتيجية جديدة للعمل وخطة عمل وخطة طريق جديدة. هذا أيضا موضوع على طاولة مجلس إدارة هيئة السياحة والمعارض الأسبوع المقبل بإذن الله. إن شاء الله. مدتها كم الاستراتيجية؟ مدتها كم سنة تقريبا الاستراتيجية؟ عفوا. مدة الاستراتيجية التي وضعها سلموها مجلس إدارة الهيئة يعني لمدة كم سنة؟ هي في الحقيقه المفروض انها تكون شورت اند لونج تيرم، في خطه يعني المفروض انها تخدم المدى القصير والمدى البعيد. نعم الله يعطيك العافيه. تتضمن جميع ما تطرق له الاستاذ علي من 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 يعني اعاده نظر في المواقع السياحيه، اعاده نظر في الفئات المستهدفه لجلب السياحه العالمية، والمشاريع المطلوبة لإحياء السياحة الداخلية. هناك عمل جبار الحقيقة يقومون بفريق العمل، إن شاء الله راح يعني في النهاية نجني ثماره يعني بالنسبة للقطاع السياحي في البحرين. إن شاء الله. مشكور ما قصرت أستاذ جهاد. بالانتقال لنقطة أخرى اللي تتعلق بأسعار التذاكر، أسعار تذاكر الطيران. هناك يعني ارتفاع مبالغ فيه، قد تتجاوز نسبة 70-80% مقارنة بالعام السابق أو الأعوام الماضية. فهل إلى ماذا يعود هذا الارتفاع؟ هل هو بسبب جائحة كورونا؟ هل هو بسبب يعني تغطية مصاريف أو تكاليف الطيران؟ أو برأيكم إلى ماذا يعود؟ السؤال موجه لمكاتب السفر، ومن ثم نشوف تعليق الهيئة إذا عندها تعليق في الموضوع. طبعا يعني هذا شيء طبيعي، لأن شركات الطيران كانت معتمدة على مستوى يعني تشغيل معين وبانية على هالأساس، فكانت فيها كانت تنافسية كبيرة بين شركات الطيران، فكان في طبعا في ظل المنافسة في منافسة في الأسعار مثل المنافسات الباقية. لكن حاليا مثل ما انت عارف شركات الطيران كلها نسبة التشغيل فيها متدنية، بعضها 10%، بعضها 20%، بعضها 30%، اللي محظوظة يمكن 30-40%. ففي ظل هذا نسبة التشغيل المنخفضة أكيد بيكون في تكاليف ثابتة لشركات الطيران لازم تغطيها. بطبيعة الحال الأسعار بترتفع، فيعني هم شركات الطيران طبعا وضعهم أسوأ بكثير يمكن من اللي ما عنده تكاليف تشغيلية ثابتة.
هم مضطرين يعني. طبعا احنا عارفين ان هاي السعر في يعني شيء متعب للمسافر، لكن في الواقع هي في النهاية شركة تجارية، اذا ما يوفي معها هذه التكلفة فما راح المنافسة حاليا غير موجودة في القطاعات السفر، لان اللي مسافر شبه مضطر اولا، فما في منافسة في انه والله خلينا نحاول نجذب هالمسافر. ونفس الوقت التكلفة التشغيلية لشركات الطيران ضخمة جدا، وكل والسؤال يمكن توجه شركات الطيران أكثر منه، لكن إحنا كنا في هذا القطاع عارفين إن هم عليهم ضغط كبير جدا. أنا أقصد يعني إنه هلا في الظروف الحالية عليهم كل مكاتب السفر والسياحة أن تتنافس في تخفيض الأسعار، لأن هناك كثير من الأفراد ألغوا خططهم عن طريق الطيران وتوجهوا عبر البر. فهل يمكن يكون في تنافسية لتخفيض الأسعار يعني يمكن هاي النقطة بالذات. يعني إحنا كمتكاتب سفر السياحة إحنا ما نحدد أسعار الطيران، شركة الطيران تحدد السعر، إحنا نقدم خدمة. فيعني إحنا بالنسبة لنا يعني غالبية السعر هو شركة الطيران، وإحنا لنأخذ نسبة ضئيلة جدا على يعني رسوم خدمة على إصدار التذكرة. فإحنا بالنسبة لنا ما نقدر ننافس في الأسعار، لأن أي منافسة في الأسعار معناته إحنا نزلنا لأقل من التكلفة اللي نشتري بها التذكرة من شركة الطيران. فبالنسبة لنا حكى مكتب السير سفر سياحة الموضوع خارج يعني عن إرادتنا. طبعا الأستاذ جهاد هو الخبير ويقدر يفيدك أكثر كثير في الموضوع. الله يسلمك. ما قصرت استاذ خالد، بس انا حاب اضيف اضافه بسيطه. هناك عوامل ثانيه اخوي انس تؤدي الى ارتفاع هذه الاسعار. اعطيك امثله بعض الوجهات. خلينا ناخذ على سبيل المثال الفلبين. الفلبين اليوم تحدد لشركات الطيران عدد المسافرين اللي بامكانها ان يحملونه على كل رحله او خلال الاسبوع معين. فاذا كانت شركه الطيران راح تسير رحله على خط لونج هول يسمونه يعني بعيد، تكلفته طبعا عالية جدا من تكلفة تشغيلية وغيرها، ولكن هي محددة بعدد معين من المسافرين. يعني لا يمكن لشركة طيران الخليج أن تحمل على الرحلة الواحدة أكثر من 40 مسافر أو 50 مسافر. في هذه الحالة راح تسير طيران الخليج الرحلة، ولكن تكلفة التذكرة راح تكون عالية جدا. اليوم تذكرة سفر بحرين منيلا وجهة واحدة بس بدون مرجح one way تتجاوز 500 دينار في بعض الحالات، وهذه طبعا شيء خيالي، ولكن هذه مفروض على شركة الطيران، وليس هناك يعني سبيل آخر إلى أن يتم حلحلة بعض الـ restrictions أو الـ يعني الموضوع restrictions الموضوع من قبل الوجهة نفسها مثل الفلبين في هذه الحالة. كذلك مؤخرا بنغلاديش اضافت نفس العمليه. لا يمكن لشركه الطيران انها تحمل يعني اي مسافر يرغب بزياره بنغلاديش، لازم يكون من الجنسيه البنغاليه، لازم يكون زائر خارج البلد، لان اذا كان من الجنسيه البنغاليه وعنده اقامه عمل في البلد اخر لا يمكنه ان يعود الى بنغلاديش في هذه الفتره الا باذن خاص من السفاره. فإذا هني شركة الطيران ستسير هذه الرحلات ولكن بمحدودية جدا. هذه قاعد يأثر في أسعار تذاكر الطيران في بعض الوجهات. على الجانب الآخر الوجهات اللي مفتوحة لاحظنا أن ما في تغيير كبير في تذاكر الطيران بالحقيقة. أعطيك مثال آخر، تركيا اليوم هناك تنافسية، هناك شركة طيران الخليج، هناك شركة تركية، هناك بعض الرحلات لشركات أخرى. هذه إذا تكلمنا عن الخضوع المباشرة. وجانب ذلك هناك يعني شركات طيران تروح من خلال محطات ثانية كدبي أو غيرها. هذه قاعد تخلق التنافسية اللي ما سمحت لشركات الطيران إنها تأخذ راحتها في تغيير الأسعار. كذلك الطلب في ازدياد على هذه الوجهات، فلاحظنا إن أسعار التذاكر يعني ما تختلف كثير عن الفترة السابقة اللي كان فيها عملية السفر طبيعية. شكرا أستاذ جهاد. نترك المجال للأستاذ هدى للتعقيب على الموضوع. كنت بعلق وبضيف نفس النقطة اللي أضافها أستاذ جهاد، إن الوقت الحالي العوامل اللي قاعدة تأثر فيه إنه هي عبارة عن الريستريكشنز اللي الحكومات قاعدة تفرضها.
وطبعا الحكومات مو بكيفها في النهاية، الحكومات بعد تفكر في سلامة مواطنينها، تفكر في الوضع اللي احنا وصلنا اليه. يعني الكوفيد يعني كل مره نشوف قاعد يطلع مثلا فيرجن، فلما ياخذون ريستريكشنز ممكن تكون اوكي احنا نشوفها ريستريكشنز في المكان المناسب، ولكن كمان في يعني من الجهه الثانيه قاعد تضرنا، لان المستهلكين يعني يستغربون نفس ما اعطانا مثال، خصوصا مانيلا توصل ل 500 او 600، يعني حتى ل 700 و 800 دينار بعناها وهي فقط one way. ولكن من الناحية الثانية أنا ما زلت أعتقد أن إحنا كسفريات، خصوصا سفريات لها صيت في الدولة، ممكن أن إحنا نشكل ضغط على الطيرانات، خصوصا في يعني المناطق اللي حاليا شغالة وأسعارها قاعدة ترتفع بس ما قاعدة تخدم المستهلك. يعني أوكي تركيا الفرقية في التسعيرة فعلا في خيارات، بس الناس يعني تحب ان هي تسافر دايركت، تحب ان هي تسافر على طيران الخليج، تحب ان هي تسافر على الطيران التركي. احنا كسفريات ممكن ان احنا بعد نتكاتف، ممكن ان احنا نحاول ان احنا خلنا نقول نجتمع فيهم، نحاول نتناقش وياهم، لان ما زالت يعني احنا عندنا فرصة ان احنا نبيع اكثر، ان احنا نرفع من مستوى السياحة اللي موجود. لكن ما زالت في تحديات كثيرة بالنسبة إلينا، وبخصوص الأسعار نفس ما قال الأستاذ خالد الدوسري، ترى الأسعار خارجة جدا جدا عن نطاقنا، بس هو فقط الضغط اللي احنا ممكن نشكله. مشكور أستاذ هدى. أنا عندي تعقيب أيضا لمكاتب السفر. السؤال هو اللي يطرح نفسه، هناك مكاتب السفر تقدم أسعار أيضا منخفضة بنسبة قليلة مقارنة بأسعار تذاكر الطيران. يعني إلى ماذا يعود هذا الانخفاض؟ يعني مثلا في مكتب السفر الفلاني تلقى أسعار التذكرة ب 200 دينار مثلا، تجده في وكالة الطيران نفس الأساسية 210 208 207. فعندما تتجه لمكتب السفر يؤكد لك أنه قدم تخفيض، هل هو تخفيض من تلقاء نفسه أم أن هناك يعني أسعار يعني تفضيلية تقدم لهم من قبل شركة الطيران؟ هو ما في يعني ما في مكتب بإمكان الحقيقة أنه يقدم أسعار أخفض من شركات الطيران نفسها، لأنه في النهاية قاعد يبيع المنتج الخاص بشركة الطيران وهي اللي تحدد اسعار الطيران اسعار التذاكر، مثل ما تفضل الاستاذ الدوسري من شوي. هناك منافسه معتمده على يعني الاسعار، وفي وهذه تكون حقيقه منافسه مضره بالسوق استاذ انس. يعني على امل انه مكاتب السفر والسياحه تصل الى قناعه انه كل ما حاول انه ينزل السعر هو الخسران في النهايه، لأن طبعاً المستهلك راح يضارب، راح يجيب سعر من شركة الطيران وراح يجيب سعر من هذا المكتب وهذاك المكتب. في النهاية دائماً إحنا نتوجه إلى مكاتب السفر والسياحة نقول لهم مدام أنت واثق من مستوى الخدمات اللي تقدمه وأنت ضامن للمسافر مستوى معين من الخدمة، يجب أن يعني يكون لها هذه الخدمة سعر، وسعر يكون مناسب لا مبالغ فيه ولا أنك أنت تقلل من قدر الخدمات التي تقدمها. فعلى هالأساس نأمل من جميع مكاتب السفر والسياحة أن لا يعتمدون تخفيض الأسعار كأسلوب منافسة، ولكن الارتقاء بمستوى خدماتهم وجعل المسافر يعاود الحجز معهم، هذه يضمنون فيها مسافرهم ويضمنون فيها دخل مناسب لهذه المكاتب. نعم، شكرا أستاذ جهاد. بالانتقال لهيئة البحرية للسياحة والمعارض، تطرقتم إلى قطاع سياحة الأفراح والمناسبات، طبعا انقطعت لفترة بسبب كورونا، فمع بدء فتح القطاعات تدريجيا وفقا لما أعلن عنه الفريق الوطني، هل هناك توجه لإعادة إحياء هذه الفعالية وهذا القطاع من جديد لإنعاش السياحة الداخلية بشكل أكبر؟ طبعا هذه الفعالية موجودة، يعني نجاحها لأن
الانفستراكشر، البيئة يعني البنية التحتية موجودة، الفريق العمل الواحد كان موجود إلى آخره. احنا كثير عوائل تحاول يعني بشكل يومي إذا مش يعني أن تتصل من مناطق عديدة من العالم أن تبي تسوي أفراحها في البحرين، بس طبعا أنت ملزم بقوانين البلد، بالتعليمات الفريق الوطني لمكافحة الكورونا. الآن الحمد لله الأمور واضحة للجميع، اللي هو موضوع الألوان وين واصلن فيها، الدولة اللي العوائل اللي تبي تجي شنو في أي يعني في أي خانة هذه الدول، هذه كل الأمور تلعب دور في موضوع إنه يعني إقامة هذه الأفراح وهذه الأعراس. إحنا مثل ما قال الأخ جهاد إبراهيم إن إحنا الحمد لله يعني الأمور بشكل عالمي ياسد تتوجه إلى يعني إلى ما نقول التغلب، بدل ما إن الأمور ياسد تنفرج بشكل يعني بشكل مناسب للجميع. فهذه الانفراج هذه هو اللي بيلعب دور في يعني في موضوع خلينا نقول السياحة الوافدة للبحرين، يعني سواء كانوا حق لجر، حق الترفيه، سواء كانوا رياضة، سواء كانوا أفراح وأعراس، سواء كانوا في المؤتمرات إلى آخره. هذه الأمور كلها مرتبطة ببعض. مملكة البحرين جاهزة لهذا النوع من السياحة وكل الأنواع الثانية جاهزين. طبعا إن شاء الله كل الأمور إذا صارت للأفضل سواء عندنا في مملكة البحرين أو في هذه الدول بترجع الأمور على ما كانت عليه، وإن شاء الله أفضل بعد إن شاء الله. بالعودة إلى مكاتب السفر السياحي، يعني سنعود بالتطرق إلى ما ستقدمه المكاتب في الفترة المقبلة لاستقطاب أكبر عدد من الزبائن. هل هناك بدعم من هيئة السياحة طبعاً، هل هناك مزيد من الدعم أو مزيد من تقديم الخدمات المتميزة ذات جودة عالية للزبائن؟ هذا ما أنا الصوت مو واضح. هذا ما يعني بخصوص ما يتعلق الحين واضح؟ أي واضح. فيما يتعلق بالفترة المقبلة، يعني طبعاً بعد الدعم اللي ستقدمه هيئة السياحة لمكاتب السفر، ما هي الخدمات التي ستقدمونها للعملاء والزبائن لكسب ثقتهم من أجل يعني إنعاش قطاع السفر والسياحة بصفة دائمة، خصوصاً مع الدعم المقدم للقطاع حالياً من قبل الحكومة للثلاث أشهر المقبلة، دعم الرواتب؟ شوف، مكاتب السفر والسياحة تقدم خدمات من خبرة، من اطلاع، هي حلقة وصل بين الاند يوزرز أو والستيك هولدرز. يعني اليوم مكتب السفريات مسوق لخدمات الطيران، مسوق لخدمات الإقامة، الفنادق وغيرها، مسوق للمنشآت السياحية، ولكنه هو لا يقدم هذه المنتجات بنفسها، هو يسوق لها ويقدم الضمان للمسافر على أساس أنه يكون يعني جميع الخدمات اللي يسوق لها أو يبيعها بالمستوى الذي وعد فيه. اليوم الدور الأكبر يجي دور هيئة السياحة والمعارض في تسويق للاستثمار السياحي في البلد. يعني اليوم كمكتب سياحة، أنا أعطيني منتج أنا أسوق لك، أنا عندي نتورك، عندي شبكة تعاملات حول العالم، بإمكاني أن أصل إلى يعني للمسافر في القارة الأوروبية أو الأمريكية أو الآسيوية أو غيرها من خلال شبكات مكاتب سفر وسياحة تعمل معنا. ولكن المنتج نفسه لا يمكن لمكتب السفر أن يقدم.
يعني لازم كل واحد ياخذ دوره. اليوم الترويج للاستثمار السياحي شيء ذو اهميه عاليه في البحرين. هيئه السياحه والمعارض ما قصرت، قاعده تعطي مشاريع، ولكن اليوم المفروض ان التوجه يكون لتشجيع على الاستثمار السياحي، جلب القطاع الخاص سواء راس المال الاجنبي او راس المال المحلي في مشاريع حيويه تخدم القطاع السياحي في البحرين ليتم الترويج لها من خلال مكاتب السفر والسياحه. عرفت شخصي؟ نعم طرحت الفكره الان. يعني كل واحد لازم ياخذ دوره. عرفت شلون؟ اليوم بامكاننا احنا الترويج، ولكن للامانه حتى يعني ما قبل الجائحه بقليل كان في يعني في نقص شديد في المشاريع السياحيه اللي تخدم سواء السياحه المحليه او حتى الخارجيه. تفضل الاستاذ علي، قال دائما الكل يسالنا عن الشواطئ، جزيره ما فيها شواطئ شو الفائده؟ انا يعني انا بحاجه اني اسوق البحرين كجزيره بحر وشمس وتراث، ومثلا المشاريع التراثيه، احياء المشاريع التراثيه اللي تخدم القطاع السياحي، تنويع المشاريع الساحليه، واللي اليوم هيئه السياحه والمعارض يعني تخطو خطوات كبيره لها. شهدنا الاسبوع اللي راح وضع حجر الاساس لمشروع الواجهه البحريه في قرالي، هناك اربع شواطئ خاصه تم يعني ترسيتها في خليج البحرين، هناك مشروع كبير يعني كملت ادامه في الجنوب بلاد الجزائر، هناك العديد من المشاريع الاخرى لمنتجعات ساحليه. فاذا احنا في الطريق الصحيح لاستكمال موضوع الواجهات البحريه، الترويج للاستثمار في السياحه الرياضيه مثل ما تفضل الاستاذ خالد. عندنا امكانيات، هناك مدينه رياضيه متكامله راح تكون بالقرب من حلبة البحرين الدولية ومركز المعارض الدولي الجديد. يجب أن اليوم إحنا نبدأ بالتسويق لها لحتى يعني نقدر أن إحنا نشغلها خلال السنتين القادمتين وقت تكون هذه المشاريع جاهزة. هناك لا، يجب أن يكون هناك تكامل، يجب أن يكون هناك يعني هيئة السياحة والمعارض ما تملك العصا السحرية. هيئة السياحة والمعارض فاسيليتيتر، هي يعني تهيئ القاعدة من تنظيم ومن اقتراح مشاريع ومن إقامة مشاريع أخرى، ولكن يجب أن يكون هناك جذب لرأس المال، ويجب أن يكون هناك جهة تشمل جميع يعني اللي لهم علاقة بخدمة القطاع السياحي من الثقافة والتراث، من مجلس التنمية الاقتصادية، من السياحة وغيرها، من المطار، وزارة الداخلية، تسهيل عملية إصدار التأشيرات. كل هذه يعني العالم تلعب دور الحقيقة في إنجاح ما تقوم به هيئة السياحة والمعارض لتجديد القطاع. شكرا أستاذ جهاد على تعليقك وتبهض الصورة. الآن نترك التعليق للأستاذ هدى والأستاذ خالد متعلق بنفس السؤال، دور دعم مكاتب السياحة والعملاء. سامح ما سمعتك، تفضلي أختي هدى، تفضلي. أنا بالنسبة لي ما شاء الله أستاذ جهاد مكفي وموفي عنه. يعني الكلام اللي على طرف لساني واللي خاطري أقوله كله قاعد يطلع وقاعد يقوله. فيعني إحنا تقريباً on the same line، سفريات كانوا house of travel، إحنا on the same line، يعني he's sharing the same challenges، قاعد يعطي نفس الانطباع ونفس الصورة اللي إحنا حابين نعكسها واللي بنوصلها إلى إلى الهيئة نفسها. لأن كلنا في مركب واحد. نعم. بالضبط، كلنا في مركب واحد. كل في مركب واحد فعلا. وإن شاء الله نلتقي في جمعية السياحة، أنا حابة جدا أن يعني ألتقي الأيام الجاية. إن شاء الله. لأن صالح كان قبل موجود، كان دائما يقول لي هي فرصة سعيدة أنك تلتقين بالجماعة المهتمين بالسياحة، وأعتقد أستاذ خالد والجماعة البقية كلها. كنت فرصة سعيدة لي أكتسب من خبراتكم.
وإن شاء الله إن شاء الله تكون هذه نقلة نوعية إلى جميع السفريات في البحرين. إن شاء الله بتكاتف الجميع، إن شاء الله تكون يعني نقلة نوعية. إن شاء الله بتكاتف الجميع، كلنا طالعين وكلنا بنرقي إن شاء الله بالسياحة البحرينية. والله أنا حبيت أقول كلمة حق في الأخ جهاد، يعني جمعية مكاتب السفر السياحة يعني شيء متعب جدا جدا، احنا مرينا بها يعني من زمان، وبصراحة يعني جهد لا ما في أحد يشكرك، يعني الكل يقول أن هذه الحلول السحرية كلها عندك، يعني كل اللي تقدر عليه تسوي أن توافق بين الناس، هذه أكبر شيء تقدر تسويه. إن شاء الله إن شاء الله، ما يحتاج أستاذ خالد، انتم بروحكم كنتم موجودين وشفته، وهنقول يعني اي شيء نقدر نقدم لخدمه القطاع وتطويره، يعني بالعكس هذا شيء يشرف ويشهد. ما ممكن مقصور ابد. نقطه واحده بس اثارها الاستاذ جهاد، بس حابه اعلق عليها، واتمنى ان يعني يكون فعلا في اجتماع وان نلتقي احنا كسفريات جميعا على اساس ان نوصل الى اتفاق واحد. انت اثرت نقطه ان بعض السفريات تحاول قدر ما تقدر ان هي تحاول ان هي تنزل من قيمه السيرفيس اللي هي تقدمه، يعني احنا في النهايه نقدم سيرفيس، والسيرفيس اليه كواليتي الى المسافر نفسه، ونقدم مو بس السيرفيس، ساعات يعني حتى نشوف الموظفين دي جو بيوند السيرفيس، يقدمون يعني سيرفيسز، ما الاكسبيرينس تبعت السيرفيس هي اللي ترجع المسافر اليك. فالسفريات بعضها تفكر ان هي لما تنزل في التسعيره وتنزل في السيرفيس تشارج ان هي خلاص اكتسحت واخذت البزنس. احنا هذا التصور لازم يتغير، يعني خصوصا في ظل الجائحه الحاليه لازم كلنا نشتغل ونحن نكون كلنا جماعه مع بعض. هذا التصور مفروض خلاص يكون تصور قديم، لازم احنا نتفق نحط ايدنا كلها واحده، وبالعكس نرتقي وي كان ستيك. اوكي احنا نعرف ان كل السفريات they have their own agreements، انت عندك الاجريمنت الخاصه فيك مع الكلاينتس تبعك، احنا عندنا الاجريمنتس الخاصه فينا مع الكلاينتس تبعنا، بس هذا مو معناته ان احنا we go and we reduce the charges، لان في النهايه you are servicing your clients, you're providing the quality. فخلنا يعني نلتقي نشوف how can we change this mentality maybe إن شاء الله. ونوصل إلى خطة معينة. أخذ هذه في صميم سؤال الأستاذ أنس الحقيقة اللي قاعد تكلمين عنه. يعني اليوم الدعم من هيئة السياحة والمعارض اللي أنا تكلمت عنه من قبل. يكون رئيس مجلس الإدارة سعادة الوزير زايد راشد زيان أعطانا كجمعية القدرة على إعادة صياغة أو المشاركة في إعادة صياغة الأنظمة اللوائح التنظيمية لترخيص مكاتب السفر والسياحة. اللي حصل أستاذ أنس في الفترة الأخيرة، يمكن الإخوان كلهم موافقوني، صار هناك العديد من مكاتب السفر والسياحة التي لا تمتلك المقومات الكافية لتقديم مستوى معين من الخدمات الراقية. اللوائح القديمة تسمح بإنشاء هذه النوع من المقاطب. اليوم بإعطائنا هذا الحق بالمشاركة في إعادة يعني صياغة هذه اللوائح التنظيمية والاشتراطات للمكاتب السفر، هو اللي راح يخدمنا أكثر شيء في هذا المجال. اليوم هناك العديد من المكاتب الصغيرة الحقيقة قد تكون مملوكة من أطراف بحرينية، ولكنها تدار كليا من يعني جنسيات أخرى، مع كل احترامي لا يمكنه المنافسة في السوق إلا بخفض الأسعار وبالحجم الذي هو يعمل فيه وبالطريقة التي يعمل فيها هذه المكاتب، يناسبها أنها يعني تبقي القليل 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 من الربحية على أنها تستمر. ولكن مكتب قائم بالشكل الصحيح على موظفين مؤهلين بخبرة وبشهادات تقدم مستوى خدمات معين لا يمكن أن ينزل أو يهبط إلى هذا المستوى في حرب الأسعار. فإعادة تنظيم هذه المكاتب وإعادة صياغة
الاشتراطات واللوائح التنظيمية لعمل هذه المكاتب راح يكون لها أكبر دور في محاربة هذا النوع من التنافسية الغير شريفة. وهذه طبعاً مثل ما أنا قد ذكرت في البداية هذه أكبر دعم من هيئة السياحة والمعارض لمكاتب السفر والسياحة. كم عدد المكاتب المرخص تقريباً الموضوعية تحت مظلة الجمعية؟ حوالي 500 أظن، إذا الأستاذ علي يمكن يأكد على هذا الكلام، تقارب 500 مكتب. 500 مكتب. في سوق صغير جدا جدا. نعم عدد كبير جدا فعلا. نركض التعقيب الأستاذ علي بخصوص مكاتب السفر، عدد المكاتب المرخصة وغير المرخصة وهل في اللوائح التنظيمية يعني بعد إدخال مكاتب السفر في مشاركتها في هذه اللوائح؟ والله يعني يمكن هذه مش مجالي، هذه مجال ممكن الأخ مدير إدارة المرافق السياحية، لو كنت أقرب هذا السؤال كنت أكيد وحاول أعطيك المعلومة الصحيحة، وبس طبعا لا يفتى وما لكم في المدينة الأخ جهاد موجود وأستاذ خالد ما شاء الله خبرته، فهم أكيد عارفين هذه. طبعا الأعداد الكثيرة تلعب دور، يعني طبعا السوق مفتوح لا تقدر ان انت تمنع اي واحد انه يكون هذه، ولكن في الاخير الكاستمر الكلاينت هو اللي بيحدد من ومن في الاخير. في بعضهم مثل ما تفضل ابو ابراهيم الاخ جهاد هالين يعني دكاكين تقدر تطلق عليها هو التعبير الصحيح، وليس مكتب سياحي متكامل يعطيك المعلومات تتوقع أنه ويا الأيام بيتحول إلى التحول الرقمي اللي هو ديجيتال ترانسفورميشن، يواجه التحديات يواجه المصاعب. هذه دكان عايش على 500 فلس زيادة، عايش على 600 فلس، الأوفرهيد مال is nothing، فبالتالي ممكن يشتغل 20 ساعة في اليوم يعني يعني ما بغيت أقول لك خباز، ما بغيت أقول لك دكان يعني. في الأخير من يتوجه لمن اللي هما الكلاينت والهذي، والسوق هو اللي يعني ينظف حاله بحاله، وإن شاء الله ويا الأيام بيبين من الذي فعلا يقف وكذا. والهيئة أكيد هيئة السياحة في بالها طبعا موضوع أن أن ربط هذه المكاتب اشتراطات ومستويات عالمية وإلى آخره، والأخ أبو إبراهيم عنده هذه، فبالتالي ما بيصح إلا الصحيح يعني. أنا أعطيك مثال، إحنا في الجمعية واجهنا العديد من الاتصالات والعديد من مكاتب سفر بعد ما فعلت هيئة السياحة والمعارض أحد الاشتراطات، وهو حصول يعني مدير في مكتب السفر والسياحة على مؤهل الإياتا، منظمة النقل الدولية الإياتا تمنح شهادات خبرة للموظفين أو للعاملين في هذا القطاع. فهيئة السياحة والمعارض مؤخراً فعلت هذا الاشتراط وطلبت في كل تجديد مكاتب السفر والسياحة أن يكون هناك أحد الإداريين حامل لهذا المؤهل. فلاحظنا أن العديد من المكاتب ما عندها أي واحد مؤهل من الآيات، هو يعني شيء بسيط جدا. اليوم هذه كورس يأخذ أونلاين، تكلفته يعني رمزية. جمعية مكاتب السفر والسياحة عملت مع عدد من المعاهد اللي تقدم هذا النوع من التدريب والتأهيل للحصول على شهادة الآيات، لكن كانوا رافضين. ولكن إحنا يعني يوم تواصلنا مع الهيئة طلبنا منها الاستمرار في تفعيل هذا الشرط، لأنه يضمن وجود شخص على الأقل مؤهل في هذه المكاتب من قبل الآياتة وحاصل على الخبرة الكافية لخدمة المسافرين. شكرا أستاذ جهاد. أنا عندي سؤال أخير نختتم فيه الندوة، معذرة أخذ النقطة كما أطول من الوقت يعني المتاح. عندي سؤال أخير أستاذ فولندو، إذا عند أي حد عنده تعليق حاب يعلق عليه المجال مفتوح. السؤال مستقبل متعلق بمستقبل القطاع السياحي في البحرين، ممكن تطرق لها النقطة، بس كم يحتاج من الوقت حتى يستعيد عافيته؟
بشكل كامل تقريبا يعني كم الفترة المتوقعة؟ أستاذ علي تركت تعقيب هذا سؤال علم الغيب هذه لازم تسأل الكورونا سؤال على الجرح هذه سؤال يعني هي التوقعات اختلفت يعني بداية الأزمة كانت جميع الدراسات العالمية تفيد بأن مع النصف الثاني من 2021 أن يبدأ القطاع بالتعافي وهذا شفناه ولكن أيضا شفنا يعني العودة مثل ما تقول أو المنخفضات بداية السنة كان فيه هناك تحسن بسيط إلى أن خرج علينا المتحور الهندي أو الدلتا اللي يسمونه فعادنا يعني عدة خطوات إلى الخلف مع التسكير الجزئي لبعض المطارات وبعض الوجهات ومنع يعني المسافرين من بعض الدول إلى الأخرى هذا عاد فينا اليوم أو بالأمس شفنا فريق البحرين أعلن عن 16 دولة وضعت على القائمة الحمراء هذه كلها العملية تأثر هذه ما كانت في الحسبان طيب معظم هذه الدول ما تشكل يعني حركة كبيرة أو جزء كبير من حركة السفر في البحرين ولكن في النهاية نرجع نقول يعني هي أمثلة إلى الأشياء ممكن تحصل أتمنى طبعاً أن يكون المستقبل إلى انفراج ولكن يبقى دائماً احتمال العودة ولكن أنا شخصياً عن تجربتي ووجهة نظري أرى أن يعني لا يمكن إلا أن يتحسن القطاع من هنا وصاعد إن شاء الله طبعاً القطاع ما راح يظل نفس ما هو عليه ترى إحنا we are all positive إحنا دائماً we're positive احنا التأملات الأولية كان المفترض ان قطاع السياحة ينتعش مع نهاية العام السابق ولكن مع المتحور الهندي والحالات وازدياد الحالات صار فيه تأجيل احنا في الصيف الحالي هذا شفنا بوزيتيفيتي يعني كمية السفر والمسافرين الريكوستات واتوقع هذا الشيء ملحوظ لجميع السفريات يعني صار فيه ما بقول قفزة نوعية لا ولكن صار فيه حركة يعني حركة نوعية ملحوظة بالنسبة إلى الجميع فالحمد لله احنا متفائلين جدا ان راح يكون فيه تغيير جذري وان شاء الله قطاع السفر ينتعش لازم نتطرق لتجربة احد المكاتب البحرينية الحقيقة يا اخوان تكلمنا من شوي عن أسعار التذاكر أنس وارتفاعها هناك عدد من المكاتب البحرينية اللي تكافلت مع بعض بقيادة أحدهم واللي هو اليعقوب للسفر والسياحة للأمانة عضو نشط جدا أخذ المبادرة حجزوا عدد من الرحلات الخاصة إلى عدة وجهات في تركيا حجزوها من طيران الخليج وتكفلوا بالتسويق لها وجدنا أن الإقبال كبير جدا من السوق على هذا النوع من الرحلات تباع يعني نقول الباكج تذكرة السفر والإقامة والمواصلات والرحلات السياحية تقريبا بسعر تذكرة سفر فقط على شركات الطيران فإذا هذه من العناصر البحرينية المبدعة اللي احنا نتمنى في جمعية مكاتب السفر والسياحة ان نضمن بيئة ملائمة لهذا النوع من مكاتب السفر والسياحة اللي يعني يديرها البحرينيين الشغوفين في هذا المجال واللي بامكانهم تقديم هذا النوع من الابداع. بامكان مكاتب السفر الاخرى تاخذوا حذر هاي الخطوة مكتب يعقوب طبعا ان شاء الله مع التكاتف هاي ان شاء الله راح تنفرج الازمة في القريب العاجل باذن الله. باذن الله. إن شاء الله. أستاذ خالد عندك أي تعليق؟ لا والله يعني الأخوان والأخت هدى كفوا ووفوا ويعني يمكن إحنا كلنا مرينا من بدايات يعني الأزمة الكورونا في البداية يعني الصدمة وعقب الرفض وعقب مثل يقول دينايل وعقب تدينا توعينا اللي تفاعل بسرعة مع الأزمة وخذ الخطوات المناسبة وشاف أن الأزمة قد تستمر
وصار تغييرات، وإذا كان في يعني قلة تكاليف قد ما يقدر، اليوم هو في طور أنه يكون أقوى من قبل. أما اللي ما تفاعل مع الأزمة بشكل صحيح وقال هاي مجرد شهر شهرين وتنفرج وإحنا يعني ما أخذ خطوات صحيحة. وطبعا الأخ جهادي يعرف عدد المكاتب للسفريات اللي سكرت في هالفترة، يعني سواء هم لوضعهم كان ما يتحمل ان هم يتحملون اي سوء في اوضاع السوق لمده شهر او شهرين، وغالبا لانه هو يعني مثل ما يقول يعيش كل يوم بيومه، بس يبي اليوم ادخل لي فلسين وخلاص، ما يبني المستقبل. هذا كثير منهم طلعوا وخرجوا من السوق، واللي ما تفاعل مع الازمه بشكل صحيح. فيعني في تفاؤل اكيد، في خاصة بجهودكم بإعادة تنظيم السوق ورفع مستوى الاحترافية في قطاع السفر والسياحة، شيء مهم جدا وإحنا كلنا مع هالشيء. فتشوف اليوم المكاتب اللي واقفة وصامدة ومتفائلة هي اللي عرفت تعامل مع الأزمة، واللي أصلا نفسها طويل، مش لأن هي نفسها طويل، لأن هي تؤمن بالرسالة اللي تأديها، تؤمن بأهمية السياحة للمملكة البحرين. شكرا أستاذ خالد. خصوصا المكاتب اللي خرجت من السوق يا أستاذ فهد، كم مكتب تقريبا خرجوا من السوق خلال الأزمة؟ والله أنا يعني ما عندنا عدد أو مسؤول قوي يعني. هناك بعض المكاتب اللي اختارت أنها تجمد عملها ما خرجت نهائيا من السوق، وهناك بعض المكاتب التي فعلا يعني آثرت أنها تترك العملية كل وتغلق نشاطها. ولكن اعتقد انه هيئه السياحه عندها يعني اعداد محدثه اكثر. هناك ايضا العديد من المكاتب التي يعني من ضمن جهود هيئه السياحه والمعارض تم اغلاقها بسبب تفعيل عمليه التستر التجاري. لاحظنا الحمله اللي قامت بها وزاره التجاره الصناعه والتجاره والسياحه، وطبعا هيئه السياحه والمعارض، كان هناك العديد من المكاتب التي اضطرت للخروج من السوق بسبب التستر التجاري، رخص مؤجرة ويعني وتعمل بشكل غير نظام. هناك العديد من المكاتب مثل ما قلت لك أصحابها اختاروا أن يجمدون العمل فيها وقت الحاضر إلى والتوجه إلى عمل آخر، إلى أن يتم يعني أو تعود الروح إلى السوق، وبإذن الله يرجعون يزاولون نشاطهم. ولكن ما عندنا أعداد. شكرا استاذ جهاد، شكرا استاذ خالد، استاذ ودان. اذا عندك اي تعليق استاذ علي نختم فيه الندوه. والله طبعا احنا على درايه كامله ان قيادتنا الحكيمه جلاله الملك الله يحفظه سمو ولي العهد الوزراء جيله بدي أسكر الميكروفون. هذا الميكروفون. سوري. أوكي. إن يعني على دراية ويعملون لمصلحة بلدنا سمو العهد رئيس الوزراء الله يحفظه ورئاسته للجنة الوطنية. وتلاحظون إن يعني موضوع فتح البحرين خطط قلم يعني you know. ولكن لا، النظرة الرئيسية هي سلامة المواطن، سلامة المقيم، هذه فوق كل شيء. It comes number one. ومن هذه النظرة خلت البحرين أن تكون في عمرها ما انصكت من بداية الجائحة، طيران الخليج في عمرها ما وقفت، دائما تحلق وقير وقير وقير. هذه النظرة الثاقبة هي اللي وصلتنا ان احنا ان شاء الله اول دولة يمكن في هالكم يوم نفسخ الكمامات، ولو ان اكيد موضوع خاص لاي واحد. اللون الاخضر بنمر عليه ان شاء الله قريب هذه. وبالعكس لو تلاحظ حتى القوانين مثل في أي مخاطر للبلد على طول الألوان تختلف. يمكن أنا أقول الألوان الكل يعرف اللي هو اللون الخضر البرتغالي إلى آخره، كلها توجه لهذه. نعم تأثر على الاقتصاد هذه، ولكن مصلحة المواطن مصلحة المقيم دائما رقم واحد. هذه واحد.
النقطة الثانية واللي أنا أتوجه لها للأخوة في مكاتب السفر والسياحة، إن توجه الهيئة الآن اللي هو دورهم أكثر في السياحة الوافدة، وإن شاء الله هذا اللي إحنا نتوجه وهذا اللي نبقيه من بظل الدور اللي هو الدور الجميل اللي المكاتب السفر والسياحة اللي تقوم به وإلى آخره، ولكن إحنا توجهنا لهم لتعزيز دورهم في السياحة الوافدة، ويكون لهم دور واضح ويعني كيف أنا أقول إن يعني دور واضح سام فعال في موضوع السياحة الوافدة. هذه اللي إحنا، لأن السياحة الوافدة هي بتخلي هذا المكتب يستمر، كل القطاعات السياحية المرادفة مستمرة، الناتج بيرجعنا إلى الأرقام اللي كنا عليها في 2019، وإن شاء الله أحسن بعد. فإحنا طبعاً أكيد كلنا إحنا مستبشرين بالخير، قيادتنا تفكر بشكل صحيح، وإحنا بالعكس we are very lucky إن إحنا في هذا البلد الآمن، البلد الجميل اللي هو مملكة البحرين. في ختام مدتنا نقدم الشكر الجزيل لتلبية الدعوة وإثراء هذه الندوة، ولولا ظروف كورونا كنا نأمل أن تكون حضوريا، لكن إن شاء الله في المستقبل القريب راح نلتقي بإذن الله بكل تأكيد. وشاكرين لكم جدا مرة أخرى، واعذرونا على الإطالة، يعني طولنا عليكم أكثر من الوقت المسموح به. مشكور، ما قصرت، ومشكورين. شكرا يا نفس، بالعكس لو ما كان موضوع جميل ما اعتقد الاخوان كلهم هذه، وحتى اكرم بيكون اول واحد بعد معنا. اكيد نتمنى كافه الحضور يشاركوا معنا، بس تقريبا صارت لهم ظروف طارئه ما قدروا يحضروا الندوه. ان شاء الله نلتقيهم في ساعات خير. الغايب حجته معاه، وشكرا لكم، وتشرفت بشوفتكم يا اخوان استاذ خالد واستاذ علي والاخت هدى، شكرا لك سعيد، الشرف لي، شكرا سعيد، ان شاء الله نطلعكم ان شاء الله. شكرا لك، شكرا لك.